طبعا كتير منكم هيشوف منظر الحوض دلوقتي هيقول ايه المنظر ده وايه السبب اللي خلى شكل الحوض يوصل للدرجة دي. دي قناتكم قناة أسماك الزينة، ياريت تفعلوا زر الجرس وياريت تشتركوا في القناة وتشوفوا حلقات قوية جدا عن كيفية تربية أسماك الزينة. طبعا ندخل في الحلقة على طول. الحلقة دي عاملها عشان أتأكد من حاجة مهمة جدا هتشوفوها معايا في الفيديو ده. طيب الكلام على الحلقة دي عن ايه؟ ان انا خليت الحوض بتاعي لمدة 3 اسابيع زي ما بقول كده ايه، عملت له عملية اهمال، يعني بعدت عن الحوض تماما، ما بقيتش اغير الدورة اللي هي بتاعت المية اللي كل 10-15 يوم. الاضاءة قللتها وضعفتها كمان شوية، وابتديت ابص على الحوض لقيت كلها بقت شكلها كلها بقت طحالب موجودة على ازاز الحوض. طيب ايه اللي هيخلي بقى الحوض ده ينضف؟ انا مش هنضفه، فعين انا قلت افكر اجيب سمكة تنضف الحوض ده. جبت حضرتك بقى ايه البليكوستوموس، ان انا يعني السمكة دي انا كنت يعني من اشد الاعداء ليها، وعملت لها حلقة مخصوص على السمكة دي ان هي بتقتل اسماك كتير جدا. لكن الجانب الايجابي في السمكة دي بقى اللي احنا نتفرج عليها، نشوف لما تنزل جوه الحوض اللي انت شايفين منظره ده، ونسيب الحوض بقى مع السمك ده لمدة 10 أو 15 يوم او اسبوع، ايه اللي هيحصل في الحوض؟ ندخل ننزل السمك ونبص ايه اللي هيحصل في الحوض بتاعنا. دلوقتي انا نزلت السمك ده اول يوم ليه، بيبدا يتاقلم في الحوض، وتعمدت ان انا ما اكلهوش اللي هو البليكوستومس، هو بيتغذى على الخيار، فان انا قلت برضو هسيبه واشوف هو هياكل ايه. الحوض بتاعي فيه نباتات طبيعيه تمام، وفي الطحالب اتكونت على الازاز بتاع الحوض وعلى ارضيه الحوض. سبت السمك معايا جوه الحوض وابتديت اتفرج ايه اللي بيحصل من جمال السمكه دي. يا جماعه السمكه دي طلعت من الاسماك القويه جدا 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 في عمليه تنظيف الحوض. منظر الحوض عندي اختلف تماما، وفي ايام معدودة، يعني ما كملناش 10 أيام. نبدأ نتفرج عملية النظافة السريعة عن السمك قام بيها، قام بإيه بقى؟ ودي الحاجة الجديدة بالنسبة لي. أنا مربي أسماك زينة من زمن الزمن، وعارف كل سمكة الطبيعة بتاعتها إزاي، وبتنمو إزاي، وبتكبر إزاي، وبتتغذى إزاي، وعارف ان الاسماك بتتكاثر ازاي. لكن اتخدعت في سمكة البليكوستوماس. تعالوا نتفرج كده، بص هي بتعمل ايه دلوقتي. شغالة نظافة في الحوض، هي نزلت انا اديتها اوامر كده، ادخلي نظفي لي الحوض ده في خلال 3-4 ايام. انا عايز الحوض ده كله يبقى كريستال، الازاز ده نضيف، انا مش همدي ايدي جوه الحوض، مش هنضفه، مش همسحه بالمغناطيس، مش هعمل اي حاجة فيه. عمال النظافة نزلوا خلوا الحوض كده. انتم متخيلين المنظر ده؟ إذ فجأة انت الحوض بقى كده. صدقني الحوض ده اتعمل كده في 3 ايام. خد بقى المفاجأة بقى. النباتات كلها اللي بقت موجودة في الارضية الحوض اتغسلت ونطشت من الطحالب اللي كانت موجودة عليها. هوريكو اكبر دليل على الكلام اللي بقوله لكم. اتفرج كده وركز معايا على أرضية الحوض. كل الطحالب اللي اتكونت على الإزاز بتاع الحوض بتاعي من جوه هتلاقي معظمها موجودة في أرضية الحوض. لما السمك البليكوستومس يبدأ يتحرك هتلاقيه هو جوه الأرضية دلوقتي وخلاص هو نظف الإزاز. إن احنا كنا بنقول إن ده من الأسماك اللي بتنظف الإزاز فقط لا غير. ده تعالى بس أوريك كده حاجة كده مفاجأة جميلة كده ونركز فيها مع بعضينا. نشوف بس شكل الحوض الاول.
من بره كده السمك زي الفل متعايش، مفيش عندي اي طحالب موجودة على الازاز بتاع الحوض، ما عنديش اي طحالب متكونة في الجرش بتاع الحوض، كله اتغسل وكله نضف. على فكرة دول 4 سمكات وحجمهم لا يتعدى 3 4 5 سنتي فقط لا غير. انتم متخيلين بليكوستوم 3 سنتي 4 سنتي دخلوا في حوض 850 لتر، غسلوه ونضفوه في خلال، يعني انا لو قلت 4 5 ايام يبقى ده انا كده ايه بظلم السمك ده. عفوا، السمك ده نظف الحوض فعلا فعلا في 24 ساعة. ممكن نتكلم كامل الحوض كله نظف كاملة بالنباتات اللي فيه، بكل بالحتت اللي عند السيليكون واللزق وكله، يا باشا احنا هنقول 7 ايام حوض نظف تماما والمياه فعلا اصبحت زي كريستال. تعالوا كده نتفرج ونركز في أرضية الحوض، ايه اللي حصل في أرضية الحوض بقى. أرضية الحوض احنا كنا شفنا الفيديو في الأول الطحالب موجودة على الإزاز بتاع الحوض، صح كده؟ صح كده. طيب هي الطحالب دي راحت فين؟ السمك أكيد ما كلش الطحالب دي كلها، وأكيد السمك الفلاتر ما سحبتش كل الطحالب اللي كانت موجودة على الإزاز، إن هي كانت كمية كبيرة جدا يا جماعة. على فكرة لو رجعت الاول الفيديو وبصيت وركزت في الازاز بتاع الحوض هتلاقي كمية كبيرة جدا كانت موجودة على الازاز، انا بس مسحت الازاز من قدام عشان اصور الفيديو، لكن على الجناب والظهر كان مليان طحالب بنية اللون. تعال ندخل في ارضية الحوض بقى كده ونشوف ليكوسوموس بيعمل ايه هنا. بينظف النباتات بتاعت الحوض، المزرعة في ارضية الحوض، وكل الطحالب موجودة على الإزاز بقت موجودة في أرضية الحوض زي ما انتوا شايفين كده. لو السمكة بدأت تتحرك بديلها هنشوف كمية الطحالب اللي كانت موجودة على الإزاز اللي نزلت فيه أرضية الحوض. بص هي هتحرك دلوقتي، أدي كمية الطحالب بقت على أرضية الحوض دي. انت متخيل بقى كمية الطحالب دي فايدتها ايه؟ دي هتبقى السماد الأساسي للنباتات اللي موجودة في أرضية الحوض بتاعنا، بقت أرضية خصبة للزراعة ونمو النباتات الموجودة داخل الحوض. طبعا أنا هساعد السمكة وهسحب شوية من النباتات المتحللة في أرضية الحوض عشان ما ترفعش درجة البي اتش بتاعت الحوض عندي، لكن في الآخر عايز أقول لكم إن أنا ظلمت السمكة البليكوستوماس، إن السمكة دي طلعت من الأسماك القوية جدا جدا في عملية تنظيف الحوض. انا هوريكم الفيديو، ممكن انزل لكم الفيديو اللي انا كنت اتكلمت على السمكه دي قبل كده وقلت ان السمكه دي بتقتل اسماك، هي فعلا عدوه سمكه الكوي والجولدن فيش، لكن في عمليه تنظيف الحوض من اقوى الاسماك اللي انت ممكن تعتمد عليها في تنظيف الحوض بتاعك. كانت حلقه اعتقد شيقه جدا ليكم، اتمنى ان هي تعجبكم، منتظر الأسئلة بتاعتكم وانتظر اشتراككم ودعمكم للقناة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.